مش هسيب. عايز يا كلوش معلم سامبو تفكرك اتعكاشت هتريك اتجوزت مين الموزه دي؟ اه دي سقسقه وابعد عنها احسن لك، اصل هي بتفطر على العيال. انا جعانه يا كلابالة. معلش بلاش تاكلي كلوشه، اصل طعمه زباله مش هيعجبك. وهاكل ايه فيه بقى ده المعظم المدود المعصعص؟ ماليش فيها، تيجي معايا المعلم سامبو عاوزك حيا او ميت. عايز تاخد بونت عند المعلم عفاية؟ لو انت مكاني كنت هتعمل كده. كده كده كنت رايح المعلم عشان عايز تقوم سقسقة للعشيرة. وابعد عن سكتنا احسن لك. شكلي كده هفطر على عظم النهارده يا كلابالة. ما اخافش من حد. كده طب تعالى بقى. طعمه زبالة. قلت لك ده طعمه زبالة ونمت في الزبالة. كل حاجة في الزبالة قلت لك. أنا كنت فاكرة استعارة مكنية، طلعت تشبيه صريح. أنا افتكرتك قاعد اتعكشت ولا هبقت كده رحت كده ولا كده. أه؟ بس لولا إنك داخل لي مطاطي جايب لي معاك حاجة حلوة. أنا كنت هفتكرك بقى رحت احترفت في عشيرة تانية. أنا كلا صباعك الكبيرة كبير قدام العشيرة. أصيل أصيل يا ده، أنا كنت فاكر إن خانتك الزبالة اللي كناها سوا. الزبالة ما بتخونش يا أولاد الناس يا كبير. بقول لك أصيل يا ابن الحرام. تربيتك يا كبير. وأنت مين بقى يا أبورة؟ أنا سقسق. سقسق لا تحلو. إيه؟ سقسق لا تحلو. يعني إيه؟ هو اسمي كده. اسمك كده؟ البنت دي مين يا؟ دي بنت ناس جرى عليها الزمن. بس شكل ربنا بيحبك والدنيا هتفتح في وشك. انا غلبانه وعايز اعيش في ظلك يا كبير. بتعرفي تقشفر يا بت؟ ده انا مقشفره على الاخر خالص. ملهاش في النشل يا كبير، ده ربنا اللي تطلع القرش من جيب الزبون لكنها ساحر. خلاص هنحطها تحت الاختبار ولو نفعت هرقيكي، ولو ربنا بيحبك هيخلينا نحب. الله يخليك يا ريس، اعجبك يا ريس. انا كنت ناوي اقطعلك ايد اقطعلك رجل، بس انا بصراحه لقيتك حلوه وعجباني وقلت اسيبك بقى. جايز افكر اجوزك. يا نهار اسود، يعني هيقطع دراعي ورجلي يا هيتجوزني؟ تحقيق صحفي ايه ونيلت ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هسلمك البنت دي امانه في ايدك. ها تعلمها اصول كارنه واللوائح بتاعت العشيرة، تمام؟ أنا أهم حاجة عندي الانضباط، أهم حاجة عندي إيه؟ الانضباط. مهم، أنت النهاردة بعد الطابور تحلفي بقى القسم، ماشي؟ سلام عليكم. قسم كلابالة؟ هو إيه الطابور والقسم اللي بيقول عليهم دول؟ قسم الولاء طاعة بعد طابور الليل. انتي كده عديتي. الحمد لله عديت من الخطر. الحمد لله عديتي للخطر، دخلتي جوه. انا جوه هناك في الخطر؟ انا الله يطمنك، انا عايزه اروح. امدي قلبك متخافيش. يعني انا لو اكتشفوني هتدافع عني؟ طبعا والله اعرفك يا نجي، ما طمرش فيك البسطرمه. كويس البسطرمه قد كده اللي كلتها. واطي خدها كلابالة، اديها القسم تحلفه. معلش يا باشا انا مش بعرف استقرا، فيعني حضرتك قول وانا اقول ولا ناقصها علام. قولي ورايا. اقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة. أن أحافظ مخلصة على نظام العشيرة. على نظام العشيرة وترابط أفرادها. وترابط أفرادها وسلامة أراضيها. وسلامة أراضيها. وأتعهد بأني هقسم مع زمايلي الحلوة والمر. هقسم مع زمايلي الحلوة والمر. صح، اللقمة والهدمة. اللقمة والهدمة.
لاني ملكهم. لاني ملكهم. ولان الزباله في دمي. لان الزباله في دمي. زي ما هي في دمهم. زي ما هي في دمهم. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. اثبت يا عليك السلام وبركات اللقمة الحرام. حرمت عليك عيشتك يا ابن الحرام. وقعتك سودة معايا. انت من النهاردة تخصينا. بقيت واحدة مننا يعني. واللي يخصك يخصنا. تحت أمرك يا ملك مقالب الزبالة والخرابات. لا 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 بحبش الجمايل. أنا عايز منك شغل وبس. طبعا يا باشا. وفي غير الشغل ده الشحاتة دي يا باشا بتجري في عروقي كده. يعني سعادتك لو القرش ما وقعش في حجرنا من ذات نفسه اديله مقص يقع في حجرنا على طول. شكلك خبره بنت وتعمري معايا. الله يخليك يا ريس. انا اهم حاجه عندي الامانه والشرف. الامانه وايه والشرف. ايوه معلش لا مؤاخذه المحفظه بتاعت سعادتك ما ينفعش يعني اعلم عليك في اول يوم كده. تحت انا لا مؤاخذه لا امينه يا بنت. هو كده حرام يلف يلف ويرجع لصاحبه. ده الحرام يجري وراك يا ريس ال اخر الدنيا. وانت اسمك ايه بقى يا حلوه؟ خليكي في حالك يا بت. يا اخويا دينا بالدردش عايزه اتعرف. انا اسمي سقسقه. سقسقلها تحلو. وانا صافي. عاشت الاسامي. وانتوا بقى اساميكوا ايه؟ انا اسمي عوني ببيع مناديل. عوني؟ يا حبيبي قلب امك صغير كده واسمك عوني؟ معلش غلطة وتتصلح. قصدي يعني غمة وتنزاح. لا بس اسمك زي الفل. وانت اسمك ايه؟ اسمي شرف بنت تحديد العربيات. شكلك كده البلطجي بتاعها. بلطجي مين؟ ده غلبان وملوش فيها. غلبان وملوش فيها؟ وانتي بقى اسمك ايه؟ انا سميرة بشحت من الموزز قدام المطاعم. انا ولاد اللي اسمه قمح اللي بيلعب كوتشينة هناك ده. ايدك يا ده على 10 جنيه لو مش قد اللعبة ما تلعبش. وانتوا على كده بتشتغلوا كلكم مع بعض؟ المجموعة دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت؟ ده مكاوي ده يدتي لما حسين الكيوت طيب بيشتم بالأم بس. طيب بيشتم بالأم بس. وانت يا سميرة انت منين يا حبيبتي؟ يا اختي. يا اختي؟ يا اختي انا اعرف منين؟ انا وعيت لقيت نفسي مع صامبو وهو مشغلني مع مكاوي وحسين الكيوت وما اعرفش حد غيرهم. انا بقى عارف اهلي بس مش عايز اعيش معاهم عشان كل شويه يشتموا وضرب لحد ما زهقت. يا سلام يعني انت اللي هنا عايش متهني؟ يا اختي ما كله محصل بعضيها اهو كله شغل وخلاص. طب ما انا كمان ابويا مشغلني انا وامي واخواتي وهو قاعد في البيت بيشرب حشيش وبيسكر على قفانا. الموضوع مش سهل. أنا دخلت عالم كبير ضحايا أطفال بيستغلهم غلان ما يعرفوش الرحمة. يا ترى هقدر أعمل لهم حاجة؟